بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بك أستعين وبك أستبين وعليك أتوكل. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مجلسنا 17 من مجالس إحسان التعريف بعلم التصريف. أنا أجلت مجلس البارحة اضطرارا، واليوم كان في 9:30، فاعذرونا، لم يبقى إلا مجالس قليلة إن شاء الله تعالى نقضي بها أربنا من هذا الكتاب. ما زلنا نتابع الكلام في التصريف المشترك، وكنا قد قلنا يا كرام إن التصريف المشترك هو الذي تكون قوانينه صالحة للأسماء والأفعال سواء. وأشهر مباحث التصريف المشترك الإعلان والإبدال والإدغام. شرعنا في الإعلان في المجلس الماضي وأنهينا أو فرغنا منه، واليوم إن شاء الله تعالى نحاول أن ننتهي من الإبدال أو نفرغ من الإبدال والإدغام. أعانكم الله أعانكم الله أعانكم الله أختنا، والله وصلنا إلى الإبدال، نبدأ اليوم بالإبدال، وفقكم الله ويسر أمركم. طيب، قال المبحث الثاني من مباحث التصريف المشترك الإبدال، هو إزالة حرف ووضع آخر مكانه بشرط أن يكونا صحيحين أو أحدهما صحيحا. إزالة حرف ووضع آخر مكانه. لاحظوا يا كرام، أحياناً يستعمل مصطلح العوض والتعويض. هل العوض هو الإبدال نفسه؟ لا، الإبدال يشترط فيه أن يكون في مكان البدل، يشترط فيه أن يكون في مكان المبدل منه، أن يكون في مكان المبدل منه. لاحظوا مثلا اصطبار، هنا في المثال أمامي اصطبار بالتاء، نبدل التاء طاء، والطاء وقعت في مكان التاء بعد إزالة التاء، هذا إبدال. العوض أعم منه، لا يشترط أن يكون العوض في مكان المعوض منه. فلاحظوا مثلا أنا أحذف، مثلا أنا أقول وعد، ثم أحذف الواو وأعوض منها تاء في غير موضعها في الآخر، أعوض منها تاء في الآخر، هذا تعويض وليس إبدال، واضح؟ فإذا الإبدال يشترط فيه أن يكون البدل في مكان المبدل منه، هذا شيء. طيب، الإبدال يا كرام أيضا نوعان، إبدال صرفي ومكانه في مجلسنا هذا وفي كتابنا هذا وفي كتب الصرفيين، وإبدال لغوي مكانه في كتب اللغة. وعني بعض العلماء بجمع مفردات كثيرة منه في كتب خاصة، في كتب خاصة، ذاك الإبدال اللغوي. طيب، ما الفرق بين الإبدالين أيضا؟ إذا الآن نحن فرقنا بين الإبدال والتعويض، الآن الإبدال الصرفي ما الفرق بينه وبين الإبدال اللغوي؟ قال يا كرام، الإبدال الصرفي كما سنرى هنا إبدال مضطرد منقاص، وينتج عن ذلك أنه إبدال واجب، بمعنى أنت تقول اصطبار على وزن افتعال، إذن هذه تاء، يجب أن تبدل التاء طاء، اصطبار اصطبار، هذا الإبدال ها هنا واجب، هو إبدال صرفي، هو ها هنا واجب. إذا الإبدال الصرفي واجب مضطرد منقاص، على حين أن الإبدال اللغوي غير واجب، إبدال جائز. مثلا في الإبدال اللغوي يبدلون الفاء فاء، فيقولون في جدث جدث، مثلا في ثوم فوم، هذا إبدال لغوي، ذاك إبدال لغوي غير واجب، وهذا إبدال صرفي واجب. والإبدال الصرفي حروفه 9 على المشهور، حروفه 9 مجموعة في قولهم هدأت موطيا، أحرف الإبدال هدأت موطيا فأبدل الهمزة من واو ويا، حروفه 9، هذا إبدال صرفي.
الإبدال اللغوي يكون في أكثر من ذلك، بعضهم قال يقع في كل الحروف وبعضهم أقل وبعضهم إلى آخره خلاف. فإذا يا كرام نحن الآن في الإبدال الصرفي، فإذا ما رأيت كتابا خاصا في الإبدال فلا يذهبن بك الوهم إلى هذا الإبدال، لا ذاك الإبدال اللغوي. يعني مثلا عنوانا الإبدال، كتاب الإبدال لأبي الطيب اللغوي، تقول آه والله جميل يحصي لنا مبحث الإبدال في الصرف، لا ذاك في الإبدال اللغوي لا الصرفي، اللغوي الجائز لا الصرفي المضطرد الواجب. هذا أشهر الفروق بين الإبدالين. الآن وأشهر صوره، أيضا أنا لن أحصي لك كل صورها هنا، قال وأشهر صوره إبدال تاء افتعال طاء، إذا كانت الفاء صادا أو ضادا أو طاء أو ظاء، إذا كانت الفاء صادا أو ضادا أو طاء أو ظاء ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الفاء من حروف إذن هي حروف الإطباق وهي من حروف الاستعلاء. نعم، فلاحظوا الآن فاء الكلمة صاد أو ضاد أو طاء أو ظاء، ثم تأتي التاء بعدها مستفيلة منفتحة فيتعسر النطق. لاحظوا الآن الإبدال الصرفي يكون لضرورة. ماذي الضرورة؟ الضرورة هي تيسير النطق. ركزوا معي وتذكروا جيدا، الإبدال من التصريف المشترك، وقلنا إن التصريف المشترك سببه التخفيف، فإذا الإبدال الصرفي سببه التخفيف، فوقعت التاء مستفيلة، وقعت التاء مستفيلة بعد حرف الاستعلاء منفتحة بعد حرف الإطباق، هذا عسير، فأبدلوها طاء. فلاحظوا نعم لتسهيل النطق، اصطبار صارت اصطبار ولا شك أنها أخف، اضطراب صارت اضطراب، اضطلاب صارت اضطلاب، وتلاحظون اليسر في الثانية والعسر في الأولى، اضطلام اضطلام. نعم، فقط في افتعال، يعني نفعل هذا في صيغة افتعال فقط؟ لا، وفيما تفرع منها. قال وكذا الحال في الماضي والمضارع والأمر وسائر المشتقات، نحو اصطبر يصطبر اصطبر مصطبر مصطبر عليه، إذن كذا الأمر في سائر المشتقات. نعم، طيب أنا لماذا ذكرت أولا افتعال، لماذا لم أذكر افتعل أول شيء؟ نعم يا كرام، لماذا ذكرت افتعال، لماذا لم أذكر افتعل أول الأمر؟ لماذا ذكرت افتعال؟ الاسم لا يكفي، الاسم أولا، لا ليس لهذا، لأمر صرفي قد ذكرناه. افتعال ما نوعه؟ نعم يا كرام، الأصل تماما شيخ عمار، ذكرنا الأصل، ذكرنا المصدر، ذكرنا المصدر وما يتفرع عن المصدر يكون مثله. فإذا إذا كانت الفاء صادا أو ضادا أو طاء أو ظاء ثم جاءت التاء بعدها فإن التاء تبدل طاء. ما معنى اضطلام؟ اضطلم يضطلم اضطلاما، ما معنى؟ اضطلم معناه احتمل الظلم، ظلمه فلان فاحتمل الظلم، لكن لاحظوا احتمل الظلم كرما لا قهرا، يعني يحتمل الظلم مع قدرته على رده في مكان ما يكون جيدا، في مكان ما يكون جيدا، احتمل الظلم، اظطلم بمعنى احتمل الظلم، ويظلم احيانا فيظتنم كما قال زهير في مثل هارم بن سنان. مصطبر اصلها مستبر، لعلكم تقولون يا استاذ الصيغه هي مصطبر، من اين اتينا بالتاء؟ يا كرام نحن عندنا كما قلت لكم عندنا شيء اسمه قياس، القياس العقل البشري يقول به، العقل البشري يقول به، عندنا صيغة افتعل في مئات الكلمات في مئات الأبنية، لكن عندنا في هذه فقط بدل التاء جاء الطاء، يعني عندي استمع اجتمع انتفع وهكذا، لكن جاء عندي اصطبر اصطبر
لابد أن ألحقها بالمعلوم. إذن هي على وزن افتعل، وأبدلت التاء طاء لأن فاء الفعل صاد، أو لأن فاء الكلمة صاد. إذن مصطبر ومصطبر عليه. سؤال: لماذا أتيت هنا بالجاري والمجرور؟ أول شيء مصطبر اسم فاعل، مصطبر ما صيغته؟ مصطبر. ولماذا أتيت بعده بالجاري والمجرور؟ نعم، لماذا أتيت بعده بالجار والمجرور؟ ها اسم مفعول، جميل، مفتعل اسم مفعول، تمام. لما أتيت معه بالجار والمجرور؟ نعم نعم، لماذا أتيت بعده بالجار والمجرور؟ حتى لا يظهر أنه اسم مكان، جميل، لكن يعني هناك شيء آخر لتمييزي عن اسم المكان، جيد. جيد، لكن أنا أريد تعليلاً نحوياً. هذا كلام جيد. لاحظوا يا جماعة، اصطبر فعل لازم أو متعد؟ لازم أو متعد؟ اصطبر لازم، تماماً. إذن اصطبر لازم، لابد من تعليقه، يعني تدورين حول الإجابة، لابد من تعليقه. طيب، إذن اصطبر لازم، خذوها قاعدة: إذا أردت أن تصوغ اسم مفعول من فعل لازم فلا بد أن تصحبه. أن تصحبه اسم مفعول مثل الفعل المبني للمفعول، يحتاج إلى نائب فاعل، فلا بد أن تصحبه جارا أو ومجرورا أو ظرفا أو مصدرا. فتقول مصطبر عليه، يعني مثلا ذهب، إذا أردت أن أصوغ اسم مفعول فماذا أقول؟ أقول زيد، يلا من يكمل؟ زيد، زيد من ذهب، ماذا أقول؟ زيد مذهوب به مثلا، مذهوب إليه، تمام. لابد من جار ومجرور، لذلك هنا أتيت مصطبر عليه. قال الثاني، نعم الثاني، إبدال تاء افتعال دالا إذا كانت الفاء دالا أو ذالا أو زايا، مثل ادعاء تصبح ادعاء. طبعا دائما الأول هو الأصل المرفوض، الثاني هو المستعمل، هذا المرفوض هذا المستعمل. ادعاء، ازدهار ازدهار، ازدكار ازدكار. تلاحظون أن الذال والدال والزاي هي حروف، هي أحرف مجهورة، على حين أن التاء مهموسة، ووقوعها بعد هذا الحرف المجهور الساكن في ثقل، تتخلص من هذا الثقل بإزالة التاء المهموسة والإتيان بدال مجهورة، نوع من التقريب لتسهيل النطق. ادعاء تصبح ادعاء، ازدهار تصبح ازدهار. نعم، اذتكار اذتكار. قال وكذا الحال في الماضي والمضارع والأمر وسائر المشتقات. ادعى أصله ادتعى، لأنه على وزن افتعل، يعني إن سألنا لماذا قلتم أصله ادتعى؟ لأنه على وزن افتعل، لأن هذه الصيغة صيغة افتعل، افتعل. نعم، يدعي يدتعي، ادعي ادتعي. طيب يدعي ماذا فيه من الإعلال غير الإبدال؟ يدعي فيه إبدال، وفيه ماذا أيضا؟ وفيه ماذا أيضا؟ نعم، فيه ماذا أيضا؟ يدعي إعلال بماذا؟ الأصل المرفوض هو القياس. نعم، الأصل أن نقول يدعي، لكن لعلة أبدل التاء أدنى. إعلان بالقلب، كيف؟ كيف؟ يدعي فيه إبدال، قلنا تمام. ثم قال إعلان بالقلب، كيف؟ كيف؟ طيب لاحظوا يا كرام، هي أشارت إشارة صحيحة، فيه إعلالان، الأصل الواو، أحسنت، في إعلالان يا كرام. يدعي أصله يد تعي،
تعب يد تعب أبدلت التاء دالا فصار يد د عي و أدغمت الدال في الدال فصار يدعي و الواو متطرفة وقبلها كسر صار يدعي واستثقلت الضمة على الياء فسكنت يدعي ففي إبدال وإدغام وإعلان بالقلب وإعلان بالتسكين. بالمناسبة كثير من النحويين يسمي الإعلان بالقلب إبدالاً لأن الإبدال عنده عام ويشمل الإعلان بالقلب، يعني قلب الواو ياء يسميه إبدال، يسميه إبدال، وهذا هو الشائع، يعني في كثير من الكتب يدخلون الإعلان بالقلب في الإبدال، يجعلونه من الإبدال. طيب، وعلى هذا الإبدال أعم منه، لكن بعض النحويين يرفض هذا، يقول لا، الإبدال في الإبدال نقدر إزالة حرف ووضع آخر مكانه، على حين أننا في الإعلان، في الإعلان بالقلب، الإعلان بالقلب يكون بين حروف العلة وهي متقاربة جدا، الألف والواو والياء من وإلى، ففيه قلب الحرف إلى غيره، قلب الحرف إلى شبيهه إلى قريبه. نعم، وعلى هذا ليس بينهما لا عموم ولا خصوص، وأنا في هذا الكتاب مشيت على هذا، يعني الإعلان بالقلب صنفته ضمن باب الإعلان، في الإبدال لم أذكر الإعلان بالقلب، يعني جعلته في باب الإعلان، والأمر محتمل على كل حال. ثالثا، إبدال الواو والياء تاء إذا كانتا فاء. قبل قليل كنا نبدل التاء الزائدة، لاحظوا التاء الزائدة أبدلناها دالا، وفي الأول أبدلناها طاء، الآن إبدال الواو والياء تاء إذا كانتا فاء في صيغة افتعال، طبعا الأحسن إذا كانتا فاءين، إذا كانتا فاءين، ويمكن إذا كانتا يعني إذا كانت كل منهما فاء لا مشكلة، الأفضل إذا كانتا فاءين في صيغة افتعال نحو اوتصال اتصال. وتذكروا دائما أن تستصحبوا معكم القدرة على تقليب الكلمة لتصلوا إلى الأصل، اتصال افتعال، تأتي لتجرد الكلمة اتصال تجردها فتبقى عندك تصل تصل، تذهب إلى المعجم لتجد هذا الأصل لا تجده، ما ليس عندنا تصل، إذا لابد أن هناك إبدالا وقع. نعم، اتصال أصلها اوتصال، وقعت الواو فاء في صيغة افتعال فأبدلت اتصال. اتصار اتصار من اليسر، طبعا نحن نقول اتصار. نعم أحسنتم أحسنتم، اتساق مثلها تماما من الوسق وساق اتساق. قال وكذا الحال في الماضي والمضارع والأمر وسائر المشتقات نحو اتصل يتصل اتصل متصل متصل به، أيضا اتصل يتصل اتصل متصل ومتصل به. لماذا قلنا متصل به؟ نعم، لماذا قلنا متصل به؟ لما يا كرام؟ لما أتينا بالجار والمجرور؟ لابد أن تدركوا هذا جيدا، لماذا أتينا بالجار والمجرور؟ أيوه، لأن الفعل لازم، فإذا صوغنا اسم مفعول فلا بد أن نصحبه جارا ومجرورا أو ظرفا. نعم، متصل به، وبالمناسبة قل اتصلت به ولا تقل اتصلت عليه. نعم، الآن قال رابعا إبدال الهمزة الساكنة ألفا إذا سبقت بهمزة مفتوحة. لاحظوا نحن قلنا الإبدال وضع حرف مكان آخر بشرط أن يكونا صحيحين أو أحدهما صحيح يسمى إبدالا، فهنا لاحظوا إبدال الهمزة ألفا هذا إبدال صحيح إلى علة إبدال إذا سبقت بهمزة مفتوحة نحو أأمن آمن أأذى آذى أأدم آدم أأدم آدم، أبدلنا الهمزة الساكنة ألفا لأنها سبقت بهمزة مفتوحة. لاحظوا اجتماع الهمزتين ثقيل، اجتماع الهمزتين ثقيل، والهمزة الثانية ساكنة
فاجترأوا عليها بالتغيير لأنها ساكنة مجردة من السلاح، فصارت آمن وآذى وآدم. خامسا، إبدال الهمزة الساكنة واوا إذا سبقت بهمزة مضمومة، أؤمن تصبح أؤمن. كل هذا إبدال واجب. أكرر يا كرام، الإبدال الصرفي الأصل فيه أنه واجب بخلاف الإبدال اللغوي فهو جائز. الإبدال الصرفي مضطرد له قوانين، الإبدال اللغوي غير مضطرد، غير مضطرد، ولذلك يجمعون مادته اللغوية الإبدال اللغوي. نعم، إذن أؤمن، لا يجوز لك أن تقول أؤمن بل قل أؤمن. أؤثر، أوثر. نعم، إبدال الهمزة الساكنة ياء إذا سبقت بهمزة مكسورة، مثل إيمان تصبح إيمان، إئتي تصير إيتي، إئذن تصبح إيذن، وهكذا. تابعاً، إبدال الواو والياء والألف همزة إذا كانت في المفرد حروف مد زائدة، نحو عجوز. لاحظوا عجوز، هذه الواو هي حرف مد زائد، في الجمع عجاوز. أول شيء، ما هذه الألف يا كرام؟ ما هذه الألف في عجاوز؟ ما هذه الألف؟ نعم، ما هذه الألف في عجاوز؟ ما هذه الألف؟ عجاوز، ما هذه الألف؟ هذه ألف، نعم، نسمع منكم، هذه ألف منتهى الجموع، هذه ألف عجاوز على صيغة منتهى الجموع بعد ألفه، هذه ألف التكسير، ألف منتهى الجموع بعد ألفه حرفا. فالآن لاحظوا، عجوز عجاوز، نبدل الواو همزة عجائز. نعم، لماذا؟ لأنها في المفرد حرف مد زائد. نعم، حديقة، لاحظوا الياء أيضا، الياء زائدة حرف مد زائد، في الجمع حدايق، وما نزال في العامية نقولها كذلك، حدايق، هذه هي الياء، تبدل الياء همزة حدائق. رسالة، رسا، لاحظوا هذه الألف الأولى ألف منتهى الجموع، والألف الثانية هي التي كانت في المفرد، فتبدل الألف الثانية همزة رسائل، رسائل. نعم، طيب، الآن ثامنا، إبدال الواو والياء همزة إذا سبقتا بألف زائدة، مثل كساون. طبعا دائما أنا أذكر هنا المرفوض كما قلت ثم المستعمل، كساون، كساون، كساون وزنها فعال. يا أستاذ، من قال لكم إن أصلها كساون؟ يا جماعة، العربية لغة اشتقاقية، فكساون هي فعلها كسا يكسو، فعل يفعل، إذا لام الكلمة واو، فكساء فعال أصل الهمزة واو، لكن أبدلت الواو همزة لأنها متطرفة وقبلها ألف زائدة، هذا هو التعليل، متطرفة وقبلها ألف زائدة. دعاء تصبح دعاء، بناي بناء، قباي نوع من الثياب، قباء، أبدلت الواو والياء همزة لأنهما متطرفتان، والطرف كما قلنا ضعيف، يجترئون عليه بالتغيير، وقبلهما ألف زائدة، هذا هو المشهور طبعا، لكن المحققين لهم طريقة غير هذه في إجراء القلب، في إجراء الإبدال. ماذا يقولون؟ يقولون كساون واو متطرفة متحركة وقبلها فتح، انظروا، واو متحركة وقبلها فتح، بماذا يذكركم؟ بأي قاعدة؟ واو متطرفة وقبلها فتح، بأي قاعدة يذكركم هذا؟ هذا القانون بأي قاعدة يذكركم؟ واو متطرفة متحركة وقبلها فتح، بالإبدال. كذلك يذكرنا بالإعلال بالقلب الذي مر بنا، إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلهما تقلبان ألفا، يعني قول قال، بيع باع. أيضا كساون
واو متحركة وقبلها فتح. تقولون يا أستاذ ليس قبلها، قبلها ألف ساكنة. نعم، لكن دققوا، واو متحركة وقبلها فتح وبينهما حاجز غير حصين. وبينهما الألف، الألف الساكنة هذه تسمى حاجزا غير حصين. أنا أحاول أن أذكر لكم بعض المصطلحات الصرفية حتى تستأنسوا بها إذا دخلتم إلى كتب هذا العلم الأخرى المتقدمة. إذن وبينهما حاجز غير حصين، تمام؟ فقلبت الواو ألفا فصار كساء، لا يمكن أن يلفظ، إعلال بالقلب يعني. ثم أبدلت الألف همزة فصار كساء. هذا هو مذهب المحققين، يقولون فيه إعلال بالقلب ثم قلب أو إبدال الألف همزة. كذلك بناي، ياء متحركة متطرفة وقبلها فتح وبينهما حاجز غير حصين. فقلبت الياء ألفا ثم أبدلت الألف همزة. تاسعا، إبدال الواو والياء همزة إذا وقعتا عينا في اسم الفاعل لفعل معل أجوف، مثل قاول قائل بايع بائع. هنا لابد أن تتنبهوا، لاحظوا يا كرام، أنا أقول مثلا قال، هذا الفعل معتل أو غير معتل؟ قال، معتل جيد. ومعل أو غير معل؟ معل. طبعا كنت قد شرحت في الدرس السابق أن المعل الذي جرى فيه إعلان بالقلب، جرى فيه إعلان، إعلان مطلقا. إذا معل، جميل. فلاحظوا الآن، إذا كان الفعل معلا ففي اسم الفاعل سنبدل حرف العلة همزة. قال، الآن أنا سآتي بفاعل، لاحظوا معي، فاعل قا، ثم ألف فاعل، ثم عين الكلمة التي هي الألف المنقلبة عن الواو، أبدل الألف همزة. قائل. لماذا أبدلت الألف همزة؟ لأن التغيير يؤنس بالتغيير، لأن التغيير يؤنس بالتغيير. نحن أعللنا في الفعل فسنعل في اسم الفاعل، سنغير في اسم الفاعل أيضا. قال قائل، وأصلها قاول، تقلب الواو ألفا ثم تبدل الألف همزة. باع بائع، لماذا أبدلت في اسم الفاعل؟ لأنه قد وقع الإعلال في الفعل. لكن لاحظوا معي، عويرة، ركزوا في هذا جيدا يا كرام، فيعني هو مهم. أحسنتم دكتورة، أجابتنا. عويرة، لاحظوا، فعل معتل صحيح، لكن هل هو معل؟ ليس معلا. شيخ محمد يقول ليس معلا، تمام، هو ليس معلا. وعلى هذا قف، أبقي الواو في اسم الفاعل. تقول عاور فهو عاور، صيد فهو صايد، كما قلنا مالت عنقه، صيد فهو صايد، بخلاف صاد، وهذا من لطائف التفريقات في الصرف في الحقيقة. صاد صائد، طيب صيد صايد، من عجائب التمييز في العربي. نعم، تماما، نعم. لو أعلنا لقلنا في عاور، قلنا عائر. نعم، لعل هذا واضح إن شاء الله، واضح لك. طيب أيضا هنا نرجع إلى الحالة السابعة، عندما قلنا يعني عندما قلنا في إبدال الواو والياء والألف همزة إذا كانت في المفرد حرف مد زائدة، أما إذا كانت أصلية فإنها لا تبدل، لا تبدل. يعني مثلا مثلا لو قلنا مثلا مصيبة، مصيبة، الياء ها هنا يا كرام حرف مد لكنه زائد أو أصلي؟ مصيبة،
نعم، حرف مد أصلي. ولذلك القياس أنه إذا جمعناه جمع تكسير ألا نغير. طبعا مصيبة أصلها مصوبة لأنها من صاب يصوب. نعم، القياس أن نقول مصايب اللي هي أصلا مصاوب لأن الياء أصلها واو، مصوبة من صاب يصوب. طيب، لكن شذوذا قالوا مصائب. تمام، وهكذا. يعني مثلا عندما نقول معايب، معايب، لما لم نبدل الياء همزة مثل حدائق؟ لأن مفردها عيب، طبعا مفردها على غير قياس، يعني هذا أيضا يعني فيه كلام، لكن المهم مفردها المستعمل عيب، عيب ومعايب. لما لم نبدل الياء همزة في معايب؟ لأنها ليست زائدة، لأنها في المفرد، في المفرد أصلية ليست زائدة. أرجو أن يكون يعني هذا واضحا لكم. نعم، طيب، الإدغام، نأخذ بحث الإدغام ثم نكتفي به اليوم إن شاء الله، ونحل تدريبات التصريف المشترك في الدرس القادم يوم الاثنين بعون الكريم الوهاب. المبحث الثالث، الإدغام، هو إخراج الحرفين المتماثلين دفعة واحدة بلا فصل بينهما، نحو كل لام تصير كلم، يس دود تصير يسد. نعم، القياس أن نقول في جمع مصيبة مصايب والياء منقلبة عن الواو، أما إبدالها همزة فهو شاذ. لكن لاحظي، شاذ في القياس فصيح في الاستعمال، خرج عن القانون لا مشكلة، لكنه فصيح في الاستعمال فنقول مصائب. طيب، إذن الإدغام إخراج الحرفين المتماثلين، فأنا هنا سأتكلم على إدغام المتماثلين فقط، ولن أتوسع في ألوان وأنواع من الإدغام يعرفها أهل القراءة والتجويد والمتبحرون في علم التصريف. فوائد، فوائد يبدو لي أنه يعني من فأدة، يعني هو على فواعل، فالهمزة هذه عين الكلمة، هو والمادة هي فأدة، ليس فيه إبدال، يعني فيما أحسب ليس فيه إبدال أصلا. نعم، الله أعلم. طيب، الآن قال ويسدد يصير يسد. الآن انتبهوا إلى القانون المهم في الإدغام، ولا بد فيه من سكون أول المثلين أو إسكانه. ما معنى من سكونه؟ أنه ساكن في الأصل. ما معنى من إسكانه؟ أنه جرى فيه على غير الأصل، الأصل كان أنه لم يكن ساكنا ثم سكن. طيب، قالوا لذا، يعني لهذا التفريق الذي ذكرته، فإن له نوعين. الأول إدغام صغير، وذلك إذا كان أول الحرفين ساكنا أصلا، مثل يقد ديم، هي في الأصل ساكنة في الأصل. طيب يا كرام، كيف نعرف أن الأصل، أن المثل الأول ساكن في الأصل؟ يقدم، كيف عرفنا أن المثل الأول ساكن في الأصل؟ كيف عرفنا؟ من قال لنا؟ لاحظوا، المستعمل يقدم، يقدم. أنا أريد أن أعرف نوع هذا الإدغام، أصغير هو أم كبير؟ كيف أعرف؟ كيف أعرف أن المثل الأول ساكن في الأصل؟ لاحظوا، يقدم، ما وزنه؟ عند اللفظ يظهر ذلك، لا، يفعل، لا، يفعل. لاحظوا، إذا بقي الإدغام في الميزان فهذا يعني أن المثل الأول ساكن. إذا بقي الإدغام في الميزان فهذا يعني أن المثل الأول ساكن. انظروا، يقدم، يقدم. سلم، سلم. كيف نعرف أن المثل الأول ساكن؟ اذهبوا إلى الميزان. سلم، فعل، بقي الإدغام في الميزان، إذن المثل الأول ساكن. طيب، لاحظوا أيضا، متعلم، متعلم،
متفعل. الآن لاحظوا معي الحالة الثانية، كيف نعرف أن المثل الأول ساكن؟ أم أم، ما وزن أم؟ أم، ما وزن أم؟ أم، ما وزن أم؟ أم، ما وزنها؟ أفعل، لا، فعل. انظروا الآن، أم عين الكلمة ولامها ميم، صح؟ في الميزان ظهر السكون، فعل. هذا يعني أنه أيضا إدغام صغير، وأن الأصل، أن المثل الأول ساكن في الأصل، وأن المثل الأول ساكن في الأصل. إذن بطريقتين، إما أن يبقى الإدغام في الميزان، وإما أن يظهر السكون في الميزان. الإدغام الكبير، وذلك إذا كان أول الحرفين متحركا أصلا، يعني في الأصل أول المثلين متحرك. لاحظوا، طيب ماذا نفعل؟ فإما أن نحذف حركته إن كان ما قبله متحركا أيضا. لاحظوا، عدد، عندي الفعل عدد، أريد أن أزيد في التخفيف وأن أمزج الحرفين بعضهما ببعض وأنطق بهما دفعة واحدة. طيب، قال المثل الأول مستعص على الإدغام، عدد. لماذا المثل الأول مستعص على الإدغام يا كرام؟ لماذا المثل الأول مستعص على الإدغام هنا في عدد؟ لما هو مستعص على الإدغام؟ بسبب لأنه متحرك، لأنه متقون بالحركة. تمام؟ فاحتالوا عليه. عدد، ماذا فعلوا؟ قال ننظر، الحرف الذي قبله متحرك، فلا يمكن أن نلقي على الحرف الذي قبله الحركة لأنه مشغول، فحذفوا حركته، حذفوا حركة. أيوة أحسنتي، لذلك نسكنه، صار ضعيفا، ثم ندغمه. عدد، عد، 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 هذا هو المستعمل، عد. إذن الإدغام الكبير إذا كان أول الحرفين، أول المثلين، لاحظوا، متحركا. الآن عدد، عد. قال فإما أن نحذف حركته إن كان ما قبله متحركا أيضا، الذي قبله أنه متحرك، أو لا يقبل الحركة، يحاجج. عندي مثلان هما الجيمان، أريد أن أدغم، لا يمكن، لأن الجيم الأولى متحصنة بالحركة. نعم، لطول العمل به. أحسنت، صحيح. طيب، الجيم الأولى متحصنة في الحركة، بالحركة، فماذا نصنع؟ قال نريد أن نلقي، الأصل أن نلقي الحركة على ما قبلها. لاحظوا، العربية لها خطوات، لها خطوات. إذا أمكن أن تلقي الحركة على ما قبلها فلا تحذف الحركة، لكن هنا لا يمكن أن ننقل الحركة إلى ما قبلها، لأن الذي قبله ليس مشغولاً بل ميت، ميت، ولا يحمل نفسه، فكيف يحمل غيره؟ فاضطروا إلى حذف حركة الجيم ليصلوا إلى الإدغام، يحاجج، يحاج. نعم، هذا كله واجب، لا يجوز أن نقول يحاجج، لا يجوز أن أفك كما يفعل كثير من الناس اليوم. نعم، إذن الإدغام الكبير إذا كان أول الحرفين متحركا أصلا، إما أن نحذف حركته وإما أن ننقل حركته إلى الحرف قبله إن كان ساكنا يقبل الحركة، مثل استعدد. طبعا هذا أصل مرفوض، استعدد، أريد أن أدغم. قال الجو مهيأ لي، الدال الأولى المتحركة يمكن أن نلقي حركتها إلى العين، العين حرف صحيح ساكن لا عمل له، احمل عن الدال التي ستشغل بالإدغام، استعد. انظروا براعة التصريفيين، استعد، يفحصون حركات الكلمة، حركات الكلمة. استعد الصرفي يقول لك، لا أحد غيره يقول لك، استعد يقول لك، أترى الحركة هذه التي في العين هي أمانة عندها من الدال، ليست متجذرة فيها، ليست أصلا فيها. استعدد تصير استعد. نعم، إذن هذا أيضا إدغام كبير. نعم، لاحظوا أيضا استعدد ما وزنه، لذلك استعد. تماما دكتورة، إذن استعد ما وزنها
بحسب الأصل. وزنها استفعل، كما قلت لكم إن الميزان كاشف، إن الميزان كاشف، استعد وزنه استفعل لأن أصله استعدد. وهكذا مستعد، ما نوع الإدغام؟ قال كبير، لأن أصله مستعدد مستفعل، مستعدد مستفعل، مستخرج مستكرم، مستعمل مستعدد. مثلان وقبلهما صحيح ساكن، نقلنا حركة الدال الأولى إلى العين، مستعد إدغام كبير. أيضا يعد، قال ما أصلها؟ أصلها يعدد لأن وزنها يفعل. من أي باب عد يعد؟ من أي باب؟ من يتذكر من أي باب هي؟ عد يعد من أي باب هي؟ من أبواب التصريف الأول تماما، فعل يفعل فتح ضم، الأبواب الستة فتح ضم فتح كسر فتحتان كسر فتح ضم ضم كسرتان. نعم أحسنت، يعني نصر ينصر تماما فتح ضم. طيب الآن يا كرام، يعدد مثلان متحركان وقبلهما ساكن، صحيح يقبل الحركة، ألقينا حركة الدال الأولى على العين صارت يعد. أخلاء، أخلاء طبعا ممنوع من الصرف، أخلاء لماذا هو ممنوع من الصرف؟ من يعرف؟ أخلاء لما هو ممنوع من الصرف؟ لما هو ممنوع من الصرف؟ جمع لا يكفي هذا. لما هو ممنوع من الصرف؟ أخلاء، هذه همزة زائدة صحيح؟ ألف ممدودة، تمام دكتورة، يعني لألف التأنيث، لألف التأنيث الممدودة أخلاء، هذه همزة تأنيث. تقولون أستاذ كيف همزة التأنيث؟ والله همزة التأنيث تأنيث في اللفظ، ألا نقول حمزة مؤنث لفظي، أخلاء مؤنث لفظي، ليس منتهى الجموع أبدا. نعم ليس منتهى الجموع، منتهى الجموع بعد ألفه حرفان أو ثلاثة أو سطوة ساكن. المهم أخلاء إذا قيل لك ما وزنه فستقول أف عيلاء، يعني أصله أخ ليلاء، التقى مثلان وقبلهما ساكن يقبل الحركة، نقلنا حركة اللام إلى الخاء، فأخلاء الكسرة التي على الخاء ليست لها في الأصل وإنما لله. نعم أحب أصله أحببة، أفعلة مثلان متحركان وقبلهما ساكن يقبل الحركة، حب أصله أحبب، نقلنا حركة الباء الأولى إلى الحاء ثم أدغمنا إدغاما كبيرا. هذا التنبيه كنت قد صنعته ولم أره في كتاب من قبل، كنت قد صنعته لكن هو يعني صنعته بعد تأمل طويل في قوانين القوم، يعني لم أبتدع شيئا جديدا وإنما يعني على هديهم سير. نعم لاحظوا، لعل قائلا يقول كيف نعرف أن أول المثلين متحرك أو ساكن ونحن إنما نرى الأول مدغما في الثاني؟ يعني أنت تقول لي يا أخي فرق لي بين أو بين لي ما نوع الإدغام في نقدم، يا أخي أنا لا أعرف أن الأول ساكن أو متحرك فكيف نعرف؟ فالجواب عندي، قال لمعرفة ذلك زين الكلمة، فإن كان ما يقابل أول المثلين في الميزان ساكنا، يعني إذا ظهر السكون في الميزان سكون أول المثلين أو بقي الإدغام في الميزان، فهذا يعني أن المثل الأول ساكن في الأصل وأن الإدغام صغير. هذا لم أره من قبل في كتاب ما أبدا. نعم وإن كان ما يقابل أول المثلين في الميزان متحركا، فهذا يعني أن المثل الأول متحرك في الأصل وأن الإدغام كبير. فإن وزننا مثال، لاحظوا، فإن وزننا كلمة علم وجدناه فعل، ما الذي جرى هنا؟ بقي الإدغام في الميزان، بقي الإدغام في الميزان، فقد بقي الإدغام في الميزان، وهذا يعني أن اللام الأولى هنا في علم من الكلمة ساكنة في الأصل وأن الإدغام صغير، كما قلنا لكم لأن الميزان كاشف. وإذ قد بقي الإدغام في الميزان فهذا يعني أنه بقي السكون، لأن كما تعلمون أول المثلين ساكن
يعني أول مدغم ساكن. نعم لاحظوا، وإن وزننا كلمة أم، نعم لا أدري أنا لما الحكاية، لا أعلم يعني، لا تعجبني الحكاية مع أنني أسلك سبيلها أحيانا يعني. وإن وزننا كلمة أم يعني أين المشكلة؟ لا أدري، هذا المصنف شأنه عجيب يعني، الحكاية هنا جائزة لكن نعم. وإن وزننا كلمة أم وجدناه فعل، فعل لاحظوا العين هنا ظهر سكونها في الميزان، المثل الأول ظهر سكونه في الميزان، فما يقابل الميم الأولى في الميزان ساكن، وهذا يعني أن الميم الأولى ساكنة في الأصل وأن الإدغام صغير. وإن وزننا لاحظوا خطي الاعتراض هنا، لأنه هذه الجمل التفسيرية اعتراضية بين المعطوف والمعطوف عليه، إن وزننا وإن وزننا وإن وزننا، ولذلك ما بين اعتراض وضعته بين خطي اعتراض. وإن وزننا كلمة يمد، يمد وجدنا وزنها يفعل، لاحظوا الآن يمد أين الإدغام؟ في العين واللام، صح يا كرام؟ يمد الإدغام في العين واللام، صحيح؟ ركزوا معي في هذا جيدا، الإدغام في العين واللام. نأتي إلى وزنها فنجدها يفعل، لاحظوا أول المثلين في الميزان متحرك أو ساكن؟ متحرك. قال فالعين التي تقابل الدالة الأولى متحركة في الميزان، وهذا يعني أن الدالة كانت متحركة في الأصل قبل نقل حركتها، وأن أصلها يمدد، وأن الإدغام كبير، وأن الإدغام كبير. فيه شيء من التحقيق لكن لا أدري لعلي وفقت إلى صوغه صوغا سليما، والحمد لله رب العالمين. نلتقي يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. إذا كان عندكم أسئلة تفضلوا. أنا أظن وقفت على كلامي للدكتورة، دكتورة رشا أكرمها الله أستاذتنا الكريمة، قبل قليل في أن الألف هي في مقام فتحتين. لا في الحقيقة، في الحقيقة هذا يعني مذهب المحدثين تأثراً باللسانيات، بمنهج اللسانيات، أن الألف في مقام فتحتين والواو في مقام ضمتين. ونعم كلام أهل الصوتيات من المحدثين، تمام صحيح، القدماء لا يقولون بهذا ويرون الفرق. نعم لعلي أتكلم عليه في أول المجلس القادم إن شاء الله حتى أحكم الكلام فيه. بعض علمائنا يعني له نظر في هذه المقاربة والمقابلة. نعم ما هو أصلاً يعني عموم الدرس اللساني الحديث فيه إشكالات كثيرة لا تنطبق على واقع درسنا اللغوي. نعم ويعني هذا البناء الباذخ الموجود عندنا في الدرس اللغوي يجعلنا نأبى يعني نأبى أن يعني نكون تحت ظل درس لساني آخر. هو كلام أهل صوتية فعلا، وإن شاء الله تعالى في إن شاء الله تعالى في الدرس القادم أتكلم فيه إن شاء الله عز وجل. اللهم آمين آمين وإياكم إن شاء الله. شكر الله لكم. دروس يوم الاثنين والأربعاء في الأصل الساعة 9، وبقي لنا 3 مجالس، بقي لنا 3 مجالس إن شاء الله تعالى. هل من سؤال آخر؟ يعني أنا أريد أن أستخرج لكم هنا أظن من كتاب، إذا ظفرت بالجواب الآن بسرعة في دقيقة في قضية أن الألف في مقام فتحتين ظفرت، فإن لم أظفر فإننا نؤجلها يعني. سبحان الله فتحته فوجدته الآن، لكن أظن الكلام طويل. هو من كتاب إشكاليات في البحث والنقد النحويين، إشكاليات في البحث والنقد النحويين، لعلي في أول درس القادم ألخص الكلام فيه، يبدو أن الكلام فيه طويل. نعم تمام إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم، الكلام فيه طويل 5 صفحات تقريبا. تمام إن شاء الله. لا سؤال إذن. أستاذنا الدكتور قدم محاضرة مهمة جدا. أقول أستاذ لؤي لماذا لا تحضر الدكتور؟ والله هو صاحب همة، هو يعني منه نستمد الهمة، حفظه الله تعالى ونفعنا به دائما أبدا، جزاه الله عنا خير الجزاء. شيخنا قدم عندكم أستاذي في
محاضرتين ماتعتين جدا بالتعريف بعلم الأصوات، وأظنهما مسجلتين. يعني لو أرسل، يعني لو أرسلت المحاضرتان للإخوة مرة ثانية يا أستاذي لكان فيه خير كثير، يعني موجودات موجودات للنشاطات مثلا. موجودات على أنا صفحة كده الفريق الطلابي على اليوتيوب، كيف أستاذي؟ موجودات على قناة الفريق الطلابي في اليوتيوب. جميل جميل، في القناة، إذا موجودة في قناة اليوتيوب، هناك محاضرتان لأستاذنا عن مخارج الحروف وصفاتها بنظر درسي لساني وقديم. نعم ممكن دكتورة، ممكن ذلك بقناة اليوتيوب، قناة معهد مكة للعلوم للعلوم الشرعية، معهد مكة المكرمة للعلوم الشرعية، تجدون بالبحث اليسير إن شاء الله تجدون المحاضرتين. إذا الدكتورة موجودة بقناة نشاطات الفريق الطلابي، أنا الآن أضع الرابط على تمام القناة. تمام أستاذي، يمكن ذلك إن شاء الله. الله يبارك فيكم ويسلمكم الله، آمين أجمعين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخذنا 17 محاضرة، هذه 17، وبقي لنا 3 محاضرات، والباقي كله مسجل، الماضي كله مسجل. وموجود على القناة إن شاء الله، موجود ذلك كله موجود، نعم نعم موجود في القناة. إن شاء الله. الله يبارك فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا أستاذ أنس، حياكم السلام. نتعبكم.